تسأل أولا عن كونها كثيرة الأيمان والنذور، وكيف تكفر عن ذلك مع أن ذلك على رأس لسانها كما تقول، وكيف يكون الصيام عن الأيمان التي لم تفي بها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. إذا كانت هذه الأيمان والنذور لم تقصد عقدها وإنما تجري على لسانها بدون قصد لعقدها فإنها من اللغو الذي لا شيء فيه، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذه نذور وأيمان غير منعقدة لأنها لم تقصد عقدها. أما إذا كانت قصدت عقد النذر وعقد اليمين فإن النذر إذا كان نذر طاعة يجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، قوله تعالى: يوفون بالنذر، قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فيجب الوفاء بنذر الطاعة. وأما إذا اليمين بالله عز وجل أو بصفة من صفاته إذا قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن ثم خالفه مختارا ذاكرا ليمينه فإنه تجب عليه الكفارة، وهي كما بينها الله سبحانه وتعالى: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فعليها كفارة عن كل يمين حلفته، إلا إذا كانت هذه الأيمان المكررة على شيء واحد، على محلوف عليه واحد وكررتها قبل التكفير، فإنها تلزمها كفارة واحدة عن الجميع. نعم.